الله يسهل علينا وعليكم ويسهل على جميع المسلمين، الله يوفقنا وياكم يوفقنا للخير، الله يرد العز للمسلمين، الله يتوفاني مسلمين ان شاء الله لا حنا ولا انتم. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دوز رمضان الحاج. اللهم لك الحمد. اي خير كاين الحمد لله، ما كاين لا العطش لا الجوع لا والو، كل شيء الحمد لله بخير. وتبارك الله 67 ان شاء الله. ملي كتصوم كتجي كتقدر توقف في التراويح؟ كنوقف دائما، ما عمري فلت التراويح من البدايه حتى النهايه، كنوقف الحمد لله ما بيا والو، اللهم لك الحمد. السي عمر القزبري الله يزيد في مثالو، وكاينين الاخرين ثاني، هذاك بحال هذاك الكوشي، بحال هذاك كل شيء بزاف بزاف، هذاك ديال اناسي، وكاين واحد في حدا هذاك الروضه ديال الشلح حتى هو عنده ما يقول، وكاين الحمد لله الخير باقيين كاينين في المغرب الحمد لله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وراحه البال يا سيدي ربي يا كريم. ومسجد الحسن الثاني مع المقرع ديال السي عمر القزابري تيكون واحد الناس تيكون عزوف بزاف على الصلاه هنا في المسجد الحسن الثاني، تيجيو المقرع ديال السي عمر القزابري تيجيو يتصنتوا ليه بزاف، حيت عنده واحد القراءات تيوصل القران للقلوب ديال الناس اللي تيصلي موراه تخشع. الشباب دابا ولا بزاف، الشباب ولا بزاف تبارك الله، الشباب شويه بدا تيعيق، بدا تيرجع لله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر لله. واحد الوقيته كانوا الشياب مستغلين، دابا ولا الشباب اللهم بارك الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. هذا فضل من الله اول حاجه بهذا الشهر، الله يجعل ايامنا كلها شهر رمضان على طول السنه، اللهم لك الحمد. حنا باش كنتميزوا المغاربه بهذيك رحمه الوالدين، اول حاجه لما كتقول شي واحد غير شحال في الساعه كيقول لك الله يرحم الوالدين، عندك السوريين، عندك المصريين، عندك اللبنانيين كيضحكوا مع بعضياتهم كيقول الله يخرب بيتك، حتى الله سبحانه وتعالى خرب البيوت ديالهم كاملين. وتصوري حنا دابا شحال من نسمه، 42 نسمه واحد اللي كيقول الله يرحم الوالدين في النهار بدون شعور، بدون ما يحس، ديما رحمه الله كتكون نازله علينا، وكثير سوف هذا الشهر المبارك اللهم لك الحمد. وكنعم المسائل كلها لجميع المغاربه كلهم الحمد لله، الله يواظبهم على الصلاه. ورا الصلاه هي عماد الدين اللهم لك الحمد. انا الحمد لله فضل من الله عطاني واحد السكنه قريبه من المسجد، هذه اللي طلبتها عند الله وحققها لي، وهذا الشيء اللي بغيت شي غير يتعلق قلبك بالمسجد ما عمرك تخاف، واي حاجه اللي غادي تضرك بجهاد الله ما عمرها تضرك. هذا هو اللي بغينا الحمد لله، وهذا الشهر المبارك بغينا يعم على امه سيدنا محمد بكل شيء اللهم لك الحمد، بالصيام والقيام وكل شيء. راه الصيام راه ماشي هو انسان يجوع، راه الصلاه، راه ماشي بقى ينعس حتى توصل تتقرب المغرب وعادي ينوض، لا احنا بغينا داك يكمل الصلوات ديالو مع الجماعه، الفجر الظهر العصر المغرب والعشاء. ما هذاك معذور، راه الله سبحانه وتعالى راه كيشوف، غير هو ما يديرش الاعذار، والحمد لله ربي كيجازينا. السي عمر القزابري اليوم متعنا، كنشكروه بزاف والله يرحم لي الوالدين، كنبغيو ديما الناس يجيو يصليو، راه الناس راه بعدات على الدين، خصها تجي تصنت القران وتصلي. الشعب المغربي اظرف شعب واحسن شعب واحسن شعب في الدنيا، عرفتي علاش؟ حيت مسلم وظريف وكيبغي الناس وكيبغي الضيافه. السلام عليكم، بغيت نقول لكم بعدا رمضان مبارك سعيد، والجمع حسن الثاني كنجي لي انا كل عام، وزوين بالصوت ديال المنظر بالمنظر والصوت ديال عمر القزابري. كنجي لي مني كنت صغير، عندي ديك 4 سنين كنجي مع ماما وبابا تال دابا، كنصلي بعض المرات كلهم، بعض المرات كنصلي مع 8، كل مره شحال كنصلي في التراويح. واش ديما كتصلي ولا غير رمضان؟ لا ديما كنصلي، كنقطع كتفاش كنت صغير كنت كنقطع، دابا مني كبرت دابا هاد العام وليت كنصلي. انا كنصلي هنا لان كنسكن في نفس الحي، دي من المساجد الكبار اللي كاين في المغرب، والجو فيه مزيان والموقع جاب مزيان، وحتى القارئ اللي كيقرا راجل سميتو امام مقرئ مزيان حتى هو من هاد الناحيه. لا خشوع وباقي الدموع في عينيا، فاخر دابا كنقرا مؤخرة سورة البقرة، آمن الرسول، عرفتي راه فغيمون كانت واحد كان واحد الخشوع والله العظيم، مازال الدموع في عينيا قسما بالله. الصوت ديالو عجيب جدا، عجيب وكيخشع كتحسي بزاف ديال بواحد كتمشي بحال مشيتي بعيد، مشيتي للآخرة، بحال كتشوفي شنو تابعنا، شنو الدنيا شنو فيها، خاصنا نصلحوا نفسنا، خاصنا نصلحوا وليداتنا، بزاف المسائل كثيرة بزاف خاصنا
نديروها كتاخذي عبره من القران كلام الله. يعني القراءه ديالو كتلامس الروح كتروح بزاف لدرجه كبيره، ماشي زعما لواحد درجه كبيره، كتحسي بزاف ديال الخشوع كثير.